صرت عشفونك حبيت البحور. مع كل الغضب الذي يحل في وطن القديسين، ما زالت عين الله ترعاه، ولا خوف على وطن يسهر القديس شربل على شعبه. أعجوبة جديدة مع السيد بطرس السابع عساكر، يتحدث عنها لراديو جوا ومجلة العالمية الساعة الخامسة من مساء السبت 13 شباط على راديو جوا 98.3 FM وعلى أبليكيشن راديو جوا وراديو جاردن وموقع العالمية الإلكتروني.